ثقة كبيرة أبداها خبراء الاقتصاد بقدرة الصين على تخطي محنة فيروس كورونا والاستمرار بتطوير اقتصادها وانتعاشها، ليس إلا لوجود إدارة وخطط متحرجة تتجاوب مع مختلف المتغيرات أيا كانت. ما يميز الصين في هذه الحالة الاقتصادية أن العالم لا يمكن أن يستغني بحال من الأحوال عن البضاعة الصينية. لماذا؟ لأن هناك تكاملية في المنتج الصيني من حيث وفرة المنتجات من جانب ثاني هي قضية انخفاض الأسعار الواردة من الصين، حيث أنها لا تستطيع أي دولة من دول العالم أن تنافس الصين في قضية الأسعار. التجارب العديدة التي كبدتها الصين مع محن مختلفة تعطي دفعا قويا لكل المختصين بشؤون الاقتصاد سواء على المستوى الصين أو العالم بأن الصين لديها القدرة الكبيرة على إبهار العالم بما سيتحقق على الصعيد الاقتصادي مع قضائها على المرض. الخروج من هذه المحنة وعودة الاقتصاد الصيني إلى مستواه الذي كان عليه قبل الأزمة لا يحتاج إلى كثير وقت، بمجرد أن تأكد انحسار هذا الوباء وقدرة الصينيين من السيطرة عليه. الآثار التي خلفها كوفيد-19 على اقتصاد العالم تفتح المجال أوسع أمام الصين كي تخرج أكثر قوة من هذا المرض بتعزيز القدرات والقوة الاقتصادية التي ستنقذ الكثير من اقتصاديات العالم الفتية منها والكبيرة. وما يميز الخطة الاستراتيجية الصينية أنها استراتيجية مرنة، بمعنى أنها تقبل التغيير وغير جامدة. مثل هذا المرض قد يعمل على إعادة رسم استراتيجية الخمسية للصين خلال الفترة الحالية وخلال الفترة المستقبلية. تجارب الصين مع المحن أيا كانت أنواعها كانت تنتصر عليها باستمرار وتطور اقتصادها المرتبط اقتصاديا بالعالم، هذا ما يؤكد عليه الخبراء الفلسطينيون بأن الصين ستنتصر وبشكل قريب وسريع جدا. محمد الصنوري، CGTN العربية، رام الله.